رحلة جديدة في العيد يا جماعة. أمير خالد لحقني في آخر لحظة، العجلة بتاعتي باظت، ف اداني العجلة بتاعته وهو طالع بقى بالعجلة التانية بتاعته الماونتن. فاحنا مساء طيبين يا رجالة. عيد سعيد عليكم. احنا لسه هنتحرك بقى وهنتقابل مع الناس في التحرير وفي ناس في ميدان الرماية. الساعة دلوقتي تقريبا 12 ونص أو 1 بالليل، فمش هقول لكم بقى صباح الخير، يعني الرحلة دي مش هينفع فيها صباح الخير، فيها عيد سعيد عليكم. خلاص وصلنا ميدان الرماية، الناس كلها بدأت توصل، يعني العدد دلوقتي كده تقريبا فوق ال 30 واحد. انا ما كنتش متوقع العدد ده كله، يعني احنا في العيد وكده، ف الناس بدأت تريح. اوه ايوه اوه وصل اهو، الناس لسه بتوصل، لسه في ناس ورا كمان، لسه في ناس تانية، لسه ناس قاعدة بتيجي على مجموعات مجموعات مجموعات. هي القليلة اللي لياقتهم ضعيفة أو معاهم عجل موت تقيل أو حديد اللي معمول على الطريق. عشان ما نعيدوش تاني. عايزين قول بقى يا مودي، قول. أنا بقول قول عشان ما شفتكش الصبح عامل إيه. صباح الخير الأول. أنا بقول إن المفروض أصلا كلهم يمشوا مع بعض. والله انا ماشي مع مجموعه لذيذه جدا، يعني عدد حلو. احنا المجموعه الاولانيه، فمعايا اهو اتنين وانا التالت، اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10. مجموعه جميله بصراحه وماشيين هادين كده حلو، ف ان شاء الله نوصل بالسلامه.
كامل على السقف ما يضربش. وصلنا الفيوم، هي مش الفيوم يعني دخلت البحيرة. عدينا الكارتة وعدينا البوابات وعدينا الكمين وخلاص بقى الدخلة اهي. الناس كلها مريحة. دي بقى الشباب بتاعت الفيوم جت استقبلتنا، الناس الطيبة دي. الهوا هيبقى جامد يا جدعان. الهوا على البحر يعني مش هتغير. الهوا على البحر. الناس اللي ايه اتفسحنا هنا بايرتس الفيوم، الناس كلها منتخة خلاص، كله مريح. استراحات استراحات استراحات. عاش يا رجالة. السلام عليكم. في ناس عدت بعجل هنا، ناس عدت بعجل. النهارده كان اختبار حقيقي لناس كتيره، ناس ركبت تكاتك، ناس مسكت في موتوسيكلات،
ركبت عربيات نقل، يعني كل واحد عارف ايه قدرات جسمه وقادر يعمل قد ايه عشان يعرف يتمرن بعد كده قد ايه. الحمد لله وصلنا. خلاص رجعت خلاص كله تروح.